أشرقت الشمس. على دوام الاتصال، ونأمل أن تكون حياتكم هنيئة وسعيدة مثل حياتنا على الأرض. إلى اللقاء. إن احتجت إلى مساعدة فلا تترددي في طلبها. شكرا لكم، أنتم لطيفون جدا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لقد ذهب. لا أصدق أن سكان الكواكب يتابعون أخبارنا. تفضلوا. يصنعون أشكالا غريبة للطعام، وكأنه يشبه شكلا نعرفه. السهم الطائر. نعم، يشبه المركبة الفضائية التي زارتنا ليلا يا حنين. نعم، هذا صحيح، يشبهها تماما. أظن أن من صنعه رأى المركبة أمس. كان صوتها عاليا قبل أن تغادر. كان الوقت متأخرا ولم يروها. مخلوقات غريبة من صنع خيالك. مخلوق غريب؟ مخلوقات غريبة. صدقوني أنا لا أكذب، لقد استيقظت على صوتها، كانت ضخمة جدا، صدقوني. ستحدث مشكلة الآن. ماذا ستفعلين يا حنين؟ حسنا، لما لم نستيقظ نحن أيضا على صوتها؟ هيا أجل. لا تختلق الأكاذيب، هل فهمت؟ لما كذبت يا سامر؟ كشفنا كذبك. أنا لم أكذب بل قلت الحقيقة. كذاب 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 كذاب. كفى أيها الأطفال. ألا تخجلون من أنفسكم وأنتم تسخرون من صديقكم؟ لا تتدخلي في أمور لا تعنيك، اذهبي من هنا ولا تحشري أنفك. جرحت مشاعرك لأنني قلت لا تحشري أنفك. يا لها من فتاة حساسة جدا. هيا بنا. هيا يا لم أكن أريد إلا فك الشجار. لا داعي للحزن يا حنين، لماذا لم تتركوني عليه؟ لا أفهم لما لا يصدقونني. هل رأيت حقا تلك المركبة الفضائية يا سامر؟ نعم، الليلة البارحة. الليلة البارحة؟ استيقظ بسبب الضجة التي أثارتها تلك المركبة الليلة البارحة. هل تلعب معنا؟ ماذا؟ لا، يجب أن أذهب إلى البيت. إلى اللقاء. انتظر. لما أنت حزين يا سامر؟ أنت المسؤولة؟ أنا المسؤولة لماذا؟ وعن أي شيء؟ مسؤولة؟ عن حزن سامر. دعني أشرح لك. اسمعني يا جدي، لا علاقة لهذه الفتاة بكل ما حدث معي. ها؟
لا بأس، أنت دائما هكذا يا بني، طيب القلب مع الجميع حتى لو سخروا منك. لكنني لم أسخر منه، وضعت نفسي في مأزق ولا أستطيع التراجع، ماذا سأفعل؟ قل لي، لما اخترعت قصة المركبة الفضائية الغريبة؟ إنها الحقيقة. إنني أرى أمي في الحلم منذ توفيت تأتي في مركبة فضائية وتمسد شعري. والبارحة استيقظت على صوت مرتفع لم أعلم مصدره، عندما نظرت من نافذة رأيت المركبة تغادر. صدقني لقد رأيتها. هل رأيت أمك داخلها؟ في الحقيقة لم أرى من في داخلها. إذا فأنت لم ترى أي غريب، جدك يصدق كل ما تقوله يا شامر، مهما قال عنك الآخرون فجدك يصدق كل حرف يا بني. أحبك يا جدي. قبل 5 سنوات توفي أبوه ثم أمه، وليس له أحد سواي في هذه الحياة، وأنا أيضا ليس لدي سوى سامر. صدقيني إنه يختلف عن الأطفال الآخرين، أحبه كثيرا، أتألم كثيرا عندما أراه حزينا. ولكنني في حيرة من أمري. يبدو أنه واثق بكلامه، يجب أن أصنع له مركبة فضائية تطير في الجو. وهل تستطيع؟ أفعل أي شيء من أجل سامر. لكن الأمر صعب. سأقوم بصنع آلات تشبه المركبات الفضائية تقريبا، وعندما تطير سيراها جميع الأطفال، عندها سيصدقون ما قاله سامر. فكرة مدهشة. وهل ستنجح الفكرة؟ هيا بنا إلى العمل، ستساعدينني يا حنين. هيا إلى العمل. إنها تشبه المناطيد التي تستخدم غاز الهيليوم، وأخيرا رآها الأطفال، ولا شك أنهم سيدهشون. ما قلته صحيح يا صديقي، انظر إلى المركبة الفضائية. ما الذي يحدث؟ هناك عضو فني. لا أستطيع السيطرة عليها. يا إلهي، لقد حدث اصطدام عنيف. أليس هذا هو جد سامر؟ نعم، إنه هو بأم عينه. حظ سيء. ما العمل؟ سامر. سامر؟ أنا لا أحبك. سامر. مرحبا.
اسمعني أرجوك. لم يكن لدى جدك نية سيئة، فسامح. لكنه قال إنه يصدق كل كلمة مني، أليس هذا ما قاله لي؟ بلى، ولكن يا سامر. أجل، أنت أيضا لا تصدقين ما أقوله. يظن جدي أنا ما رأيته من خيالي، ولذلك صنع واحدا بنفسه. ولكن يا سامر، هذا لا يعني أن جدك ليس طيب القلب. جعل الجميع يسخرون مني. لو لم يكن يحبك لما فعل ذلك أمام الجميع؟ أراد جدك أن يفهم الأطفال أن ما قلته صحيح، ولذلك صنع تلك المركبة كي يصدقك الجميع. هل فهمت يا سامر؟ جدك رائع. أتمنى لو كان لدي جد مثله. صدقيني، أنا أحب جدي كثيرا، أحبه كثيرا. وهو يحبك. اسمع يا سامر، إن جدك الآن ينتظرك في المنزل، اذهب إليه. أنا آسف، كنت أظن أن ما فعلته سيجعلك سعيدا. أرجوك يا جدي، لا داعي للاعتذار. ها؟ أعلم أنك فعلت ذلك لأنك تحبني يا جدي. صحيح، وأنت تعلم أنني لا أكذب. نعم، لا أكذب أبدا، أحبك يا جدي. وأنا أيضا. أتمنى لو كان لدي حفيد ذكي مثل سامر. أما أنا فأفكر في طريقة نستطيع بها أن نساعد سامر حتى لا يظل الأطفال يطلقون عليه صفة المخادع. لا تقلقي، سأعطي الأوامر لصنع مركبات فضائية تطلق فوق المدينة. أرسلها من أجل سامر، وبهذا لا يستطيع أحد أن يقول إن سامر كان يكذب. وهل تظن أن المشكلة قد حلت مع ظهور هذه المركبات يا نطاط؟ ألا يزالون يطاردونك؟ نعم، في الحقيقة لا أعرف سبب مطاردتهم ولا أريد أن أعرف. لماذا تلحقون بسامر؟ نريد أن نعود أصدقاء كما كنا في السابق، ولكنه يهرب. نحن نعتذر مما بدر منا، ونريد أن نعبر له عن ذلك. سامر، إنهم يعتذرون إليك. أنا أشعر بالحيرة من ما رأيته. ماذا تقصد؟ تختلف هذه المركبة الفضائية عن التي رأيتها في الواقع، ثم إنها لا تشبهها، وأظن أن هناك خدعة ما، وعلي أن أعرف السبب. هكذا إذن. سامر بهذه الطريقة الغريبة. أظن أن رؤيته لوالدته في الأحلام قد أثرت فيه كثيرا. إن سامر في حالة يرثى لها. ماذا كنت ستفعلين؟ ما أمنيتي؟ نعم. ألا تتمنين أن تكوني رائدة فضاء مثلا؟ نعم. إذن قولي لنا، ماذا كنت ستفعلين لو كنت رائدة فضاء؟ كيف ستحلين هذه المشكلة؟ نحن نسمعك يا حنين. يا لها من فكرة المدهشة. أنا المدهش. ياه، هل أنت مقتنع بفكرة رواد الفضاء يا زقزوق؟ نعم، فالعلم يتطور دائما، وكل يوم هناك جديد. حسنا، في مثل هذه الحال أتمنى أن أصير رائدة فضاء أجوب العالم في مركبة مزودة بأحدث الأجهزة، وهذا يتطلب أن تكون بنية جسدي قوية وصحتي ممتازة، وأتحلى بالصبر والتحمل، لأن الحياة في الفضاء تختلف عن الحياة في الأرض، ويجب أن أكون متفوقة حتى أستطيع أن أقوم بتحليل الوثائق التي سأحصل عليها. مرحبا سامر. من أنت؟ كيف دخلت؟
سيأتي. أنا رائدة فضاء يا صغيري، فلا تخف. وهذه مركبتي الفضائية. مركبتك؟ سمعت أنك ترى والدتك في مركبة. إنها تأتي في أحلامي. هذا صحيح، يجب أن تعلم أن أمك كانت تحبك وتأمل أن تصير رائدة فضاء. ماذا؟ هل تعرفين أمي؟ سأفعل ما تريده أمي. جيد سامر. تذكر أن هذه كانت أمنية أمك. يجب أن أذهب الآن. أحبك يا أمي، أحبك كثيرا، سأفعل ما تريدين. سامر. أين يذهب؟ ماذا يفعل سامر هناك؟ إنه يتأمل في السماء. ألا تعلمون أنه يترقب وصول المركبة الفضائية؟ انظروا إلى الفضاء. أمي الحبيبة، سأدرس لأصبح من المتفوقين، سأصير رائدة فضاء كما أردت، أعدك بذلك. أحبك يا أمي، سأتذكرك دائما. إنها مركبة، مركبة فضائية. سيصير الآن أكثر حماسة وهمة ونشاطا، وسيتفوق في دراسته إن ثابر واجتهد، أنا واثق. وأنا سعيدة لأجلك، والحمد لله لأنك بدأت تقوم بأعمال الخير وتفكر في الآخرين. شكرا لك، شكرا لأنك تشجعينني على القيام بأعمال الخير يا زوجتي، فأنت مثال الزوجة الرائعة الوفية الطيبة. أظن أن الشكر الكبير لحنين، فهي التي تبادر دوما بالقيام بأعمال الخير. نعم، فهي من حثتنا على صنع مركبة فضائية لسامر. أظن أنك تستطيع الحصول على هذه المركبة الفضائية عندما تكبر يا سامر. أجل. أرجو ذلك. كن واثقا بنفسك وابذل جهدك لتحقق ما كانت تحلم به والدتك.